كل شيء يبدو طبيعياً في محل ميكانيك السيارات هذا، سوى أن الميكانيكي المحترف هو أمينة. أبو يزن، ما هو اللي نسيت اللقط؟ في محاولة لإثبات مقولة الست بمتر الرجال، تحدت أمينة أعتى العضلات وانغمست في شحم تصليح السيارات. صار 10 سنين بشتغل بشركة ألو دولاب، وبشتغل بالدواليب والزيت وبطاريات وكوليات بيضات بودر كيسيون، كل شيء خاصه بالسيارات. عندما بدأت في العمل قابلها محيطها بالاستهزاء، لكن سرعان ما نجحت أمينة في المهنة وأصبحت تنافس زملائها، حتى صاروا ينادونها بأبو علي. أبو علي فكرة معك طاقة. من يومين زبون رحت طلعت له سيرفيس مقطوع، دقلنا ورحت لعنده، فمفك لما شافني أنا استغرب، زيد عم فك الدولاب، قال لي زيح أنا فكه عني. قلت له لا، قلت له تفضل إذا بدك تفك. إجا عم يفكه، ما قدر يفكه، يعني صعب كثير. فكيته، قال لي والله ما شاء الله عليك شقوية. بعد أنست هي لو كانت عم تشتغل مثل الزلمة، مثل ما بشتغل الزلمة وهيك، بس بعد أنست هي ها إيدي إيدين بنت، بس كلنا شحم هلأ. استطاعت أمينة أن تنتزع حصرية الرجل الميكانيسيان، لكن المؤكد أنها لن تكون آخر امرأة تبرع في مهن لطالما احتكرها الرجال. أستاذ، رايحة معك بيت الدركسيان وبيت الملقط، تحب نغيرهم ولا شو نعمل؟